بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب الصف التاسع في مدرسة عبد الله علي الصانع. نحييكم ونقدم لكم أسلوب التحذير والإغراء. معكم الأستاذ البسيوني صابر إسماعيل. تعالوا بنا أبنائي نتعرف على الأمثلة. المثال الأول يقول: إياك الغيبة. المثال الآخر يقول: إياك والكذبة. إياكما والإهمال. إياكم من الرذيلة. إياكن أن تتهاون في آداء الواجب. المثال السادس: الحريقة الحريقة. النجدة النجدة. رأسك والسيف. المعونة والمساعدة. الصدق يا رجال، أو الزموا الصدق يا رجال. مثال آخر على التحذير: إياك الغيبة، إياك والكذبة، إياكما والإهمال، إياكم من الرذيلة، إياكن أن تتهاون في أداء الواجب. هل يدل الخطاب في الأمثلة السابقة على أمر محمود أم مذموم؟ من منكم يجيب: نعم، إنه يدل على أمر مذموم. ماذا يسمى هذا الأسلوب في الأمثلة السابقة؟ أحسن، إنه التحذير. وما هو التحذير؟ نعم، أحسن، إنه تنبيه المخاطب إلى أمر مذموم ليجتنبه. تجد كلمة إيا قد جاءت متصلة بحروف الخطاب المختلفة واستعملت للتحذير. سؤال: ماذا تعرب إيا في هذه الحالة؟ أحسن، إنها تعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر أو ما يشبهه. تعالوا ننتقل إلى هذه الأمثلة، وهي: إياك الغيبة، إياك والكذبة، إياكما والإهمال، إلى آخره. السؤال يقول: عين المحذر منه في الأمثلة السابقة. نعم، أحسن، إنها في المثال الأول المحذر منه هو الغيبة، وفي المثال الثاني الكذبة، وفي المثال الثالث الإهمال، من الرذيلة، وأن تتهاون. نعم. طيب، نتطرق إلى سؤال آخر، وهو: كيف يعرب المحذر منه في الأمثلة السابقة؟ أحسن، في المثال الأول ذكر المحذر منه بعد إيا مباشرة بلا عطف عليه، وفي هذه الحالة يعربان نعم مفعولين لفعل محذوف والتقدير أحذرك الغيبة. وفي المثالين الثاني والثالث عطف المحذر منه على إيا. أحسن، وفي المثالين الرابع والخامس جاء المحذر منه مجرورا بمن، ظاهرة في المثال الرابع ومحذوفة في المثال الخامس قبل المصدر المؤول، وهذا في بعض الأحيان. تعالوا نتطرق إلى المثال السادس، وهو الحريقة الحريقة. هل يدل المثال السابق على أمر محمود أم مذموم؟ أحسن، إنه يدل على أمر مذموم، فهو من التحذير ولكن لم تستعمل فيه إيا، وإنما كررت كلمة الحريق، وهنا يسمى التكرار. طيب، كيف يعرب المحذر منه في المثال السابق وهو كلمة الحريق؟ نعم، إنه اسم منصوب على التحذير بفعل محذوف تقديره احذر، وهذه هي الصورة الأولى. ومثله النجدة النجدة، فهو يدل على أمر محمود وقد كررت فيه الكلمة. نعم،
ماذا يسمى هذا الأسلوب في المثال السابق؟ نعم، إنه يسمى الإغراء، وهو حث المخاطب على أمر محمود ليفعله. طيب، كيف يعرب المغرى به في المثال السابق وهو كلمة نجدة؟ حقا إنه اسم منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم ونحوه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بقية الأمثلة، وهي رأسك والسيف، أي في المثالين السابقين يدل على التحذير أو الإغراء، المثال الثامن يدل على التحذير، والتاسع يدل على الإغراء. كيف يكون إعراب الكلمة الأولى في المثالين السابقين؟ حقا إنه اسم منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. اسم منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. ماذا تلحظ على المثالين السابقين؟ نعم، عطفت على الكلمة الأولى أو عطف على الكلمة الأولى كلمة أخرى ولم يظهر الفعل كذلك. الصدق يا رجال، أو الزموا الصدق يا رجال. أي من المثالين السابقين يدل على التحذير أو الإغراء؟ المثال العاشر يدل على الإغراء، والحادي عشر يدل على التحذير. كيف يكون إعراب الكلمة كلمة الصدق والخيانة في المثالين السابقين؟ نعم، إنهما اسم منصوب على التحذير أو الإغراء بفعل يجوز حذفه. التحذير تنبيه المخاطب إلى أمر مذموم ليجتنبه، والإغراء هو حث المخاطب على أمر محمود ليفعله. نعم، يكون الاسم المحذر منه والمغرى به منصوبا على التحذير أو الإغراء بفعل محذوف. يحذف الفعل وجوبا في التحذير والإغراء فيما يلي: إذا كان التحذير بكلمة إيا، إذا كان التحذير أو الإغراء بتكرار الكلمة وهو النوع الثاني، إذا كان التحذير أو الإغراء بالعطف على الكلمة وهو كقولنا الصدق والأمانة. يجوز حذف الفعل وإثباته فيما عدا هذه المواضع.